كوبا سواء كان عن طريق المكرونة جنوب السودان ناس كل في جنوب السودان بيقولوا الرئيس لجمهورية جنوب السودان هيدا جونسون مسكوب هيدا جونسون مسكوب ودي بوري بالضبط هنا الشعب في جمهورية جنوب السودان ما يدا مثل ما يونايتد نيشن ما يدا مثل ما يونايتد نيشن ميشن ان ساوث السودان لأن يونايتد نيشن ميشن ان ساوث السودان as an institution ما في there is no problem with that but Southern Sudan has a problem with the individual within the United Nations mission in South Sudan. People like Henry Johnson, they are not bullied, they are not in whom you should. Lalu, they are security risk. If they are not being able to do that, but they are very good. خطير جدا للدولة وخطير جدا لهذا جونسون فالناس بيطالبوا حكومة جمهورية جنوب السودان إنه خلي هذا جونسون والناس ما عاد خليهم يجيبوا جوان ثاني لأنه هذا جونسون مو يعوي جوان سكرتير جنرال United Nations can nominate another person, not necessarily Helen Johnson. So Helen Johnson can go, and another person can come. Di kalam syaab ki jumle jumusudan kubur kalam dah. Helen hukum ada sini, kalam rumah sini, kalam derai juga. Nas pi jumle sudan. Asalnya nama nak kubur macam la. My United Nations, eh na na di kubur kali Helen Johnson. Tapi sih ukuji betul kan. Rumah ini ya, betul tu. Enak show dah, ini ada musik. Kalam ada nak kubur. إنه الكلام اللي قلناه ده كلام الحصد، إحنا قررنا إنه نجيبكم التفاصيل، إنه الاتفاقية بتاعنا مع يونايتد نيشن، وكيف الاتفاقية ده ناس يونايتد نيشن خالفوها. الشيء ده اللي بقوله في نهاية الكلام هنا، ده كلام مهم جدا. إنه أنينا جنوب السودان، وأنا شعب بتاع جمهورية جنوب السودان. حتى لو عندنا خلافات بيننا، حتى لو عندنا يعني مشاكل بيننا دي مشاكلنا الداخلية. احنا دي مشاكلنا الداخلية. ما حاول يستفيد منه زول كان من برا. لأن زول من برا كان يستفاد من مشاكلنا. هو حيضرك وحيضرني وحيضرنا كلنا. يبقى مشاكلنا الداخلية يكون علينا هنا. والسوق بتاعنا الخارجية نجيب كلنا عشان ندافع أنفسنا من الخارج. دي حاجة المفروض يحصل. الخلاني أقول الكلام ده، دي كلام أنا قاعد أسمعه لما نسمع في نشوف في الإنترنت لما نشوف في روادي أسمع في روادي أقرأ في جرائد بعض الجنوبيين جنوبيين مسؤولين جنوبيين هذا لديناهم ثقة إنه يتكلم باسمنا إنه يمثلونا في المحافل الدولية إنه يمثلونا بين الدول فينا لسه ما قبلانين يمثلوا جنوب السودان ناس كانوا بيتكلموا بيلومونا بيلوموا الشعب ليه الشعب يمشي مظاهرات ليه الشعب يمشي في احتجاجات؟ كيف الشعب يعبر عن رايه؟ اذا كان هذا بيشيلوا السودان داخل جنوب السودان والسودان ده ماشي للناس ما معروفين وممكن زول تقول هاي السودان ده ماشي للمتمردين ولو الشعب يحتاج هل في داعي انا كجنوبيين نلوم الناس في العالم بيحتاجوا لانه في اخطاء عملوا داخل الدوله بتاعتنا؟ لا لا ما ممكن يحصل كلام زي ده. ولو احنا جايين نقول حقيقة ليه الناس كانوا يلومونا وما يلوموا يونايتد نيشن ميشن ان ساوث السودان للاخطاء والحاجات العمل سواء في الفترة الانتقالية ولا في الحسم. إذا كان ما بيلوموا ليه ما يلوموا يوان؟ إذا كان يوم ده سكان بتاع مو فولدون جاي معاهم في كونفوي معاهم في عربية والمصريين جه شالوا وقتلوا بوجوده ديما بيلوموا بيهم ناس هل ما ممكن نلوم يوان؟ لو ما كان يوان ده المصريين دول كان بيصل لفولدون من وين؟ كان بيروحوا وين؟ وليه ما قتلوا فولدون قبل ما هم يوان ده يجي؟ ليه ما قتلوا فولدون؟ دي انا بقول اساسا اليوان ده أساسا يتورط في قتل كابولاتون وده كلام هنا جنوبي ما قلناه بالواضح إنه يا يونايتد نيشن أنتم يوم قتلت كابولاتون لأنه السيريين ما كانوا مو أكثر من قوة بتاع يونايتد نيشن ميشن عساكر كانوا في قوة كانوا كتار بين الشبابات ليه خلوا كابولاتون السيريين يشيلوا من عرباتهم عربي بتاع يو ان يشيلوا زول من الشيء كله ولما نقول لهم نحن يحتاجوا يقولوا ليه عملت كده إننا أخواننا وأخواتنا بيتكلموا اللغة الإنجليزية كويس، العايشين في بلد الخواجات، هم بيقولوا ليه يا جنوبيين ليه تقولوا الحرب بتاعكم؟
جماعة البلد ده طلعناه بالدم، البلد ده طلعناه بالدم وكلفنا ملايين الروح، ودي ما هو أي زول داعي في نيوم ولا قاعد في أمهل يقول يا أجنبيين ليه بتعملوا كده؟ أنا بنعمل كده نعمل في سوا في سوا. أبسط حاجة أنا أقدر أقول لكم، كلنا قرينا في جريدة سيتيزن الكلام الممثل بتاع جنوب السودان الأمم المتحدة انترفرانس المدينة، الكلام ده كلنا قريناه، والناس كتار نعرفون بالتلفون، والناس كتار سيئة جدا، إنه ده مو فرانسيس ما بيمثل جنوب السودان، بالحال ده ما يمثل جنوب السودان، فرانسيس بيمثل زوجها، لأنه كان يمثل جنوب السودان، لو كان يتكلم باسم جنوب السودان، لو كان هو بدافع جنوب السودان، ما كان بيقول الكلام ده يقول جنوبيين they are traumatized. We are not traumatized, Francis. We are not traumatized. And yet, they are not traumatized. لكن لما نقول الحقيقة، ما هو زول يقول إننا سكرانين، ولا يقول إننا مجانين، ولا يقول we are traumatized. لا، ده حقيقة. والكلام اللي قلته ده، ده ما كلام أنت تقول. ده ما كلام أنت تقول. لأن إحنا خدينا الحقائق. الحقائق موجودة، ده ما كلام بتاع خشم، ده كلام عين وأظن يسمعوا. يا أسلحة هنا قاعدين قدامكم شايفين الأسلحة هنا. هل معنى إن إحنا نقول الأسلحة دي يشيلوا وديوا في جنوب السودان؟ ما معنى إن إحنا نقول الأسلحة دي ليه كده؟ ده كلام علينا نقوله. فيا جماعة حبوا إنه حتى لو بقينا بقينا بعيدين من الوطن، بقينا بعيدين من الأهل، وبقينا بنكره البلد ده، وبقينا أصدقاء الناس تانيين، أنا ما بنمنعك تكون صديق وتكون أي حاجة تاني. لأن أساساً هنا عرفنا البلد لما طلعوا مش كل الناس ياو طلعوا بلدة، وإن كان كل الناس شعروا بطرق أخرى. لكن ده ماشي هذا لكل زول إنه يجي يقول حاجة ما بصلح لبلده. يو أنا عارفين يو أنا كبير جدا. ده هو كبير جدا في العالم. لكن بعد كل الوقت نحن ما بنسيبه عشان يو أنا دول عشان يو أنا كبير وعشان يو أنا غني. ما بنسيبه نقول حاجة تانية. لأن السلاح ده الشاعرين ده هيتردوه زول بكرة. ودي ما أول مرة يوان تتورط في أحداث في أفريقيا. ما هو بلد يوان ما خد فوقه وما حصل فوقه ما يزرع. كلمني بلد يوان فيه وبقى فيه في سلام. وكي ضبط أكثر من 800 ألف في رواندا. يوان ما كان موجود. يعني بلد يوان خد فوقه وبقى فيه سلام مستقر. وأنا بنناشد وننزل الناس اللي يقولوا انه احنا غلطانين، لو في زول بيقول احنا غلطانين يجينا اول حد هنا، يجي يناقش معانا، يجي يعرف ليه انا بقول الكلام ده. لكن ما يقول في المهرب يقول نازل غلطانين، نازل مجانين، يا حرك يا ديس لا ويا نار، احنا ما كده. احنا ما كده.